تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع زعيمي قطر ومصر للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن في وقت يجتمع فيه مفاوضون في القاهرة في محاولة للتغلب على العقبات المتبقية. وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل منفصل لمناقشة الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. في السياق، أفاد موقع أكسيوس الإخباري أن الرئيس الأمريكي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي سحب قواته من حدود غزة مع مصر من كيلومتر إلى كيلومترين في إطار مرحلة أولية من اتفاق الهدنة. وقال مسؤولون إسرائيليون أن نتنياهو قبل جزئيا طلب بايدن ووافق على التخلي عن موقع عند الحدود بين مصر وغزة.